والصداق هو المهر، ويقال له النحلة، ويقال له الفريضة، ويقال له الأجر. يعني التسميات هذه جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تسن تسميته في العقد، هذا هو الأصل، أن يسمى الصداق في العقد. هو الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه، يعني ليس من شروط صحته. فيمكن أن يعقد إنسان على امرأة، رجل على امرأة، ولا يذكر الصداق أصلا، لكن هو حق لها ستأخذه، لكن لا يؤثر في صحة العقد. عدم ذكري الصداق أو عدم تسليمي الصداق لا يؤثر في صحة العقد. فالعقد صحيح سواء سمي الصداق أو لم يسمى، لكن لها الصداق، لها الصداق. قال تسن تسميته في العقد، هذه السنة، الأفضل أن يكون في العقد يسمى الصداق، وهو المهر، أن يقال في العقد مهرها كذا.